jungle. لم نغازل شمسها نحن رباب الشعلة ونميط عن زيف الغموض خمارها أي المشانق أي المشانق لم نزلزل بالثبات وقارها أي الأناشيد السماء لم نشدد لأعراس الجديد بشاشة أوتارها لم يكن الانقلاب العسكري الذي استهدف إزاحة نظام الرئيس جعفر محمد نميري في رابعة نهار 19 من يوليو سنة 71 و900 و1000 حدثا يمكن أن يطويه النسيان بهذه السهولة فقد جاء بعد عام من صدامات دموية بين نظام نميري وأنصار حزب الأمة في معقليه الرئيسيين ودنوباوي بأم درمان وجزيرة أبا على النيل الأبيض بدأت مؤشرات الانقلاب في الظهور قبل وقوعه بأشهر عدة بعدما أعلن رئيس مجلس قيادة الثورة جعفر محمد نميري في 16 من نوفمبر سنة 70 و900 و1000 عزل أعضاء مجلس قيادة الثورة الرائد بابكر النور سوار الذهب والرائد هاشم محمد العطا والرائد فاروق الخليفة عثمان حمد الله من المجلس بتهمة قيامهم بتسريب مداولات المجلس إلى قيادة الحزب الشيوعي السوداني ومنذ ذلك اليوم بات واضحا لمن أجادوا قراءة المشهد في ذلك الشتاء القارس أن نظام الرئيس نميري مقبل على صيف ساخن فقد أعلن قائد الانقلاب الرائد هاشم العطا أن زميليه المعزولين شريكان في القيادة بل اختار المقدم بابكر النور رئيسا لمجلس قيادة النظام الجديد غير أن عوامل محلية وإقليمية ودولية كثيرة حكمت بإحباط الانقلاب بعد 3 أيام فحسب من وقوعه وعاد نميري للسلطة لينكل بالانقلابيين وبقادة الحزب الشيوعي على جهة الخصوص وترتب على عودة نميري اصطفاف محلي وإقليمي ودولي جديد ضمن للرئيس نميري البقاء على دسة الحكم حتى سنة 85 وزاد إحباط الانقلاب الأواصر بين نميري والرئيس المصري أنور السادات ولدى هبوط الطائرة الخاصة المقلة لضيف البلاد الكبير بصحبة السيدة قرينته ومرافقيه مطار الخرطوم كان في مقدمة مستقبليه عند سلم الطائرة السيد الرئيس القائد نميري والسيدة الفضلى حرمه والسادة النائب الأول لرئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد الاشتراكي السوداني ونائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس القضاء ورئيس وأعضاء بعثة الشرف التي سترافق الضيف الكبير ومرافقيه خلال الزيارة وتوجه الرئيسان نميري والسادات إلى المنصة الرئيسية بأرض المطار حيث عزفت الموسيقى السلامين الجمهوريين للبلدين الشقيقين وتلقى التحية العسكرية وفيما نقل الاتحاد السوفيتي السابق وألمانيا الشرقية عن النظام المايوي اتجه نميري بالكلية
إلى الغرب الذي لم يتخلى عنه إلا بعيد إعلانه تحكيم الشريعة الإسلامية سنة 83 و900 و1000. في اليوم الثاني للانقلاب، وبينما كان السودانيون في حواضرهم وأريافهم يتوقون لمعرفة ما حدث عصر اليوم السابق، فوجئ مستمعو الإذاعة السودانية بمقدم برامج المنوعات الشهير ذنون بشرى يقدم ندوة، هكذا كانت تعرف المقابلات الإذاعية منذ الخمسينات والستينات، استضاف فيها الفنان محمد وردي والشاعر محجوب محمد شريف، وكان محورها تبرير وقوع ما عرف في أدبيات اليسار السوداني بحركة 19 من يوليو التصحيحية. معرفة الظروف التي جمعت بين المذيع ذنون بشرى والفنان محمد عثمان وردي والشاعر محجوب محمد شريف في ذلك اليوم في استوديو الإذاعة السودانية لتقديم تلك الندوة أمر صعب، فقد تورد ثلاثتهم، إذ غاب ذنون سنة 10 و2000 ورحل محمد وردي في عام 12 و2000، وغيب الموت محجوب شريف سنة 14 و2000، بيد أن ما يمكن استنباطه من قرائنا ربما يرسم وقائع أقرب للحقيقة. فقد أشار محمد وردي خلال الندوة نفسها إلى أنه ظل منذ وقوع انقلاب 19 من يوليو يلهث بين أروقة الإذاعة للقيام بتسجيل نشيد نظمه له الشاعر اليساري علي عبد القيوم صاحب ديوان الخيل والحواجز، بعدما منع جهاز أمن حكومة ثورة مايو 69 تسجيله، خصوصا أنه قدم بالفعل لإجراءات إجازة النص واللحم خلال الفترة القصيرة التي أعقبت قرار الرئيس جعفر نميري عزل أعضاء مجلس قيادة ثورة مايو الثلاثة المقدم بابكر النور والرائد هاشم العطا والرائد فاروق عثمان حمد الله في نوفمبر عام 70. يتسم الفنان محمد وردي بالعناد وقوة العزم، فهو لم يرضى مطلقا الرضوخ لقرار جهاز الأمن حظر نشيده الجديد الذي نظمه صديقه الشاعر علي عبد القيوم، وهو نشيد الطلائع الذي اشتهر بمطلعه نحن رفاق الشهداء. وتكرر الشيء نفسه مع وردي
حين تقدم للحصول على الموافقات الرسمية لتسجيل نشيد آخر عنوانه حنتقدم في وجه الريح نهدم سد ونرفع سد اشتراكية لآخر حد، نظمه الشاعر محجوب شريف، وأقرر جهاز أمن نظام الرئيس نميري منع تسجيله للإذاعة. دعونا نستمع إلى ما رواه وردي في تلك الندوة التي أثرت في مصائر الثلاثة الذين شاركوا فيها. وبالفعل تمكن محمد وردي من تسجيل النشيد في يومه ذاك، أي 21 يوليو 1971، ليكون النشيد الأقصر عمرا في العالم، إذ سجل في 21 يوليو وتم بثه بكثافة في 22 يوليو، وحكم عليه بالإهمال في دهاليز المكتبة الموسيقية للإذاعة السودانية منذ 23 يوليو، وهو اليوم الذي أحبط فيه الانقلاب وأعلنت عودة الرئيس جعفر نميري للسلطة، وبقي النشيد طي النسيان حتى يومنا هذا، إلا من قلة من عشاق الفن الغنائي ممن يحتفون بهذه النوادر.
من الواضح أن وجود وردي ومحجوب شريف والفنان محمد الأمين الذي كان ظهيرا لوردي في مسعاه إلى تسجيل نشيده استرعى انتباه المذيع ذنون بشرى الذي كانت الإذاعة مكان عمل وبيتا له يقضي فيها سحابة نهاره وعددا كبيرا من ساعات ليله. كان شديد الطموح إلى تحقيق المجد في مجالات العمل الإذاعي والأدبي والفني، فهو كاتب قصة ومحرر صفحة في مجلة الإذاعة السودانية، وهو شاعر، بل إن قصيدته الشهيرة حلوة العينين هي التي أطلقت حمى موسيقى الجاز السوداني وأهدت السودانيين ملك الجاز السوداني الفنان شرحبيل أحمد. كما أن ذنون حباه الله بغزارة الأفكار وسدادها، حتى وصفه زملاؤه من كبار الإذاعيين بأنه مصنع أفكار برامج المنوعات الإذاعية. وقال لي نجله السيد زياد ذنون بشرى إن الإعلامي الكبير السيد علي محمد شمو كان يلقبه بملك المنوعات، وهو وصف تعززه برامج المنوعات العديدة التي قدمها لما حوته من أفكار وجدة وابتكار، وهو أجود من كتب مقدمات المقابلات الإذاعية مع كبار نجوم الغناء والموسيقى. وما كان وجود وردي ومحجوب شريف في الإذاعة يوم ذاك سيمر على ذنون مرور الكرام، لذلك اقتنص الفرصة وعقد تلك الندوة وقدمها وحدث ما حدث. لم يحدث ما حدث لفرسان الندوة الإذاعية وحدهم، فقد تم أيضا اعتقال الفنان محمد الأمين الذي لم يعرف له انتماء إلى اليسار ولا انحياز سياسي، بل إن عامة السودانيين يعتبرونه لسان حالهم من خلال أناشيده الأكتوبرية الخالدة، خصوصا نشيده الأشهر المتاريس الذي دفع الشارع السوداني للخروج لحماية الثورة الوليدة ممن قيل إنهم تربصوا بها. وفي إفادته بعيد الإفراج عنه من سجن كوبر وقرار حكومة الرئيس نميري فك الحظر على أغنياته العاطفية التي تم إيقاف بثها، أكد محمد الأمين أنه لا يعرف لماذا تم احتجازه ولماذا تم إطلاقه. حق نحن نعرف أنت الظروف اللي مرت بها أخيرا كانت كيف، و يعني الأساس اللي النهاردة عدت به للمستمعين تغني لهم هو شنو؟ والله أولا هي فرصة سعيدة جدا، وأنا سعيد خالص بهذا اللقاء مع المستمعين والمعجبين، و يعني يمكن سعادة الواحد لا توصف، يعني بأنه يلتقي بهم مرة ثانية بعد الفترة الطويلة دي. وحقيقة الواحد يقدر يقول أنه الظروف اللي مرت كانت ظروف بتاعت اعتقال يعني، وبعد إجراء طبعا الإجراءات اللي مفروض تحصل في ظروف زي دي وتحقيقات وخلافه، ما كان في سبب يخلي الواحد يعني يعتقل أو يستمر في الاعتقال، وعلى هذا الأساس تم إطلاق صراحيم المعتقل منذ فترة يعني بعيدة، يعني يمكن ما أذكر بالضبط، لكن هي عملية بتاعت شهور. وأخيرا أيضا أجهزة الإعلام رأت برضو إنه
في ضرورة يعني، أو رأت إعادة التعاون معاي، وده برضو نتيجة لي ما توصل له المسؤولين يعني في هذا الصدد. في حقيقة الواحد يعني داير شيء من التفصيل يا محمد، يعني ليه الاعتقال تم على وجه التحديد، وإيه الأسباب اللي أقنعت المسؤولين بأنه هذا الاعتقال أنت بريء من الاتهامات اللي كانت فيه، وإيه هي الاتهامات بالذات يعني؟ والله الشيء اللي أنا يعني أعرفه أنه أنا اعتقلته وكانت في حاجات الواحد يمكن في أشياء ما يقدر يحدد أنه هو اعتقل ليه يعني، لكن من خلال التحقيقات اللي أجريت وكده في أشياء دارت في الفترة ديك يعني، من ضمنها ندوة مثلا في الإذاعة أو برقيات أو غيره أو غيره، الأشياء اللي دارت حول التحقيق أو دور الواحد كفنان يعني، وهل كان عنده أي تحرك يعني أو أي موقف معادي للثورة. وبعد الوصول للنتيجة اللي هي كانت إنه ما في حكاية بشكل ذي، فالواحد تم إطلاق سراحه. طيب يا محمد، أنت رأيك في الحركة ذاتها في حد ذاتها شنو يعني؟ والله الواحد يقول 19 يوم الواحد يقول يعني إنه هو شخصيا ما كان عنده زي ما قلت لك أي دور في الفترة بتاعت اللي حدثت فيها الحركة دي، وواضح إنه حركة ما كانت سليمة يعني، والدليل على كده إنها ما استمرت يعني، وما كتب لها البقاء لأنه ما كان ممكن يكتب لها البقاء. طيب أنت بتفتكر هل كان فيما يستوجب إنه الحركة دي تقوم؟ والله ما أفتكر. وبالعودة إلى إفادة الفنان محمد وردي في الندوة التي قدمها الإعلامي ذنون بشرى، يمكن أن نستنبط أهم القرائن التي تسببت في اعتقال محمد الأمين. فقد وصف الشاعر محجوب شريف الفنان محمد الأمين بأنه واحد ممن سماهم محجوب شريف الفنانين الاشتراكيين. وكشف الفنان محمد وردي خلال الندوة أن الفنان محمد الأمين قام بتلحين نشيد محجوب شريف نهر الدم، وأنه أي محمد الأمين يتغنى بهذا النشيد في الجلسات الخاصة التي تجمعهم. نهر الدم بتقول: باسم الثورة السودانية، باسم الشعب الواهب أبدا مهر الدم تمن الحرية، باسم الشهد القرشي وقرشي وعنبر جودة وأيام سودة مع الرجعية، باسم الجيل السيف العاري السيل الضاري الطلق النار الشمس الحية، حارس بيتنا صباح وعشية ما بنستسلم حتى الموت، لو نصاقت واحد واحد ما بنسلم للرجعية، وتحيا الثورة السودانية. ويوم صممنا وتحزمنا وصوت الشارع تقدمنا، قلنا حنبني الاشتراكية، لازم نبني الاشتراكية، وين حنقبل لو ساومنا، ما بنستسلم حتى الموت، لو نصاقت واحد واحد
ما بنسلم للرجعية، وشعبنا قادر قادر يحاسب ويحمي مكاسب جاد بالدم وطول الزم وبالطورية بضربة شمس وللوردية، ما بنستسلم حتى الموت لو نصاقط واحد واحد، ما بنسلم للرجعية. وأكبر شاهد كان أكتوبر وكان الشارع لحظة فجر غضب فتيلة، لما تلاقى فصيلة فصيلة لأجل أمانة عزيزة قتيلة، وكانت تراث الأمر الواقع، ونفس الشارع أمضت عين واتملت الساحة، وكل مساحة شموس وضاحة عيون وأظافر تحمي الثورة السودانية، وكانت تهتف ما بنستسلم لو نصاقط واحد واحد، ما بنسلم للرجعية والحتمية مرسى الدنيا الاشتراكية، ونحن حنبني الاشتراكية وتحيا الثورة السودانية، وما بنستسلم حتى الموت لو نصاقط واحد واحد، ما بنسلم للرجعية. عندي ملاحظة بس النشيد الأخير ده مهر الدم برضو عند الفنان محمد الأمين ملحن يعني. هيقدم. ملحن يعني ملحن وبيتغنى يعني في أوساطنا وللناس. ومن الواضح أن هذا النشيد جاء في ذروة الخصام بين الشيوعيين وثورة مايو، وهو خصام يؤرخون له بما حدث من قبل 16 من نوفمبر سنة 70 وما تلا ذلك من قرارات اتخذتها سلطة ثورة مايو لتحجيم المشاركة الشيوعية في النظام. ولا أعرف على وجه اليقين من هم الذين عناهم الفنان محمد وردي بالمشاركة في الجلسات التي كان الفنان محمد الأمين يتغنى خلالها بنشيد نهر الدم. هل هي جلساتهم كفنانين مثل عامة أهل الفن، أم أنه عنا جلسات يقيمها من سماهم محجوب شريف الفنانين الاشتراكيين؟ لم يعرف زملاء ذنون وذووه انتماء تنظيميا له إلى الحزب الشيوعي السوداني الذي اتهمه نظام الرئيس جعفر نميري بتدبير انقلاب 19 من يوليو سنة 71، لكن ذنون كان إلى حد ما متعاطفا مع اليسار من دون انتماء تنظيمي إليه. أما الفنان محمد وردي فهو لم يكن يصف نفسه بأنه شيوعي، كان يفضل أن يوصف بأنه تقدمي، ولا أعرف إن كان ثمة فرق بين النعتين أم أنهما وجهان لعملة واحدة. فعلى الرغم تعاطفه الصارخ مع اليسار الشيوعي ووقوفه مع سياسات الحزب الشيوعي، إلا أنه لم ينضوي تحت لواء الحزب، ولكن يمكن وصفه بأنه ثوري منذ نشأته الباكرة في جزيرة صواردة، حيث ولد سنة 1932. قال لي وردي في مقابلة طويلة ضمنتها ترجمتي له في المجلد الثالث من كتابي من تاريخ الغناء والموسيقى في السودان الصادر عام 15 و2000، قال: كنت بطبعي شخصا متمردا، وكنت أرفض كثيرا من القيم التقليدية السائدة في عصرنا، وكانت تثيرني أشياء صغيرة، منها مثلا أن جدي والد أمي كان عمدة القرية، وكنت أفطن سريعا لسعة حاله وضيق يد الآخرين وهم السواد الأعظم من سكان القرية. بلدتنا جزيرة، ومع هذا فإن جدي العمدة
وهو الذي يحكم الجزيرة يملك نصفها، بينما تملك النصف الآخر بقية الأهالي أشياء لم تكن ترضني مطلقة. عندما وقع انقلاب 17 من نوفمبر سنة 58 بقيادة الفريق إبراهيم باشا عبود، سارع وردي الذي لم يكن قد أكمل عامه الأول في الخرطوم لتلحين نشيد 17 نوفمبر الذي نظم مطلعه بنفسه، وأكمل النظم الشاعر إسماعيل حسن. يصف المطلع ما حدث في 17 من نوفمبر بأنه ثورة، وتصادف وجود وزير الاستعلامات أي الإعلام اللواء محمد طلعت فريد في الإذاعة عند تسجيل النشيد، فقال وردي للوزير: عندي نشيد للثورة. فرد عليه اللواء طلعت فريد: ما اسمها ثورة يا ابني، اسمها حركة الجيش المباركة. فرد عليه محمد وردي: هذه العبارة ليست شعرية ولا غنائية. فاتصل طلعت فريد من الإذاعة هاتفيا بالفريق عبود في القصر الجمهوري، فأقر الرئيس عبود تسمية انقلابه ثورة. ب17 عيد الشعب ده يوم ميلاده، ب17 هب الشعب طرد جلاده، ب17 هب الشعب طرد جلاده، ب17 خط المجد لأحفاده، ب17 ولا الظلم الله لعاده، بمدننا وقرانا فرحة، بسهولنا وربانا فرحة، بالنصر الأحيانا فرحة، لن نركع لن نركع نتسلل تاني من بعد الحرية. ابقى وطني قلل وكبر في يوم الحرية، ابقى وطني قلل وكبر في يوم الحرية، جسنا الباطل هب وعلى هيدا الجمهورية. ولما حدث انقلاب ثورة مايو عام 69 كان محجوب شريف أول من نظم فيه شعرا، فقد كتب نشيد في حكاياتنا مايو نهار يوم الانقلاب العسكري نفسه، ولحنه وردي وسجله للإذاعة في 24 من يونيو عام 69، وقدمه في حفلة على خشبة المسرح القومي في أم درمان، أقيمت في اليوم التالي مباشرة لمناسبة ذكرى مرور شهر على وقوع الانقلاب، أي في 25 من يونيو عام 69، وقد حضرها قائد الثورة الانقلاب أو الانقلاب الثورة العقيد جعفر محمد نميري وكبار قادة مجلس قيادة الثورة.
واقتبس وردي في هذا النشيد المقطع الموسيقي الرئيسي في نشيده الأشهر لثورة أكتوبر عام 64، وهو نشيد أصبح الصبح لتعزيز الفكرة التي تعتبر ثورة مايو امتدادا لثورة أكتوبر عام 64. وهذه موسيقى اللازمة الرئيسية لأنشودة أصبح الصبح التي نظمها الشاعر محمد الفيتوري الذي كان آنذاك رئيسا لتحرير مجلة هنا أم درمان التي غدت تعرف لاحقا بمجلة الإذاعة والتلفزيون والمسرح. اللازمة الموسيقية في نشيد في حكاياتنا مايو. قدم الفنان محمد الأمين في تلك الحفلة بحضور الرئيس نميري ملحمة قصة الثورة. وهي فيما نعلم المرة الثانية والأخيرة التي قدم فيها هذا العمل الغنائي الأكتوبري بوجود جميع أفراد الطاقم الغنائي والموسيقي الذي قدمه للمرة الأولى ليلة 24 من أكتوبر سنة 68 بمناسبة مرور 4 سنوات على اندلاع ثورة أكتوبر.
كان وردي وصديقه الشاعر محجوب شريف مؤمنين إيمانا قاطعا بأن ثورة مايو إنما اندلعت لإعادة الاعتبار لمبادئ ثورة أكتوبر سنة 64، وكان النفوذ الشيوعي والقومي العروبي طاغيا على حكومة نمير الأولى، وعاش الأطراف الثلاثة شهر عسل لم يدم طويلا، وقد أنتج ذلك التعايش نشيدا شهيرا أيضا قبل الطلاق بين اليسار ونظام نميري. وأعقبه أحد أشهر أناشيد ورد المايوية على الإطلاق، وهو نشيد فارسنا بحارسنا الذي لحنه محمد وردي وأشرك في أدائه زميله الفنان محمد مرغني، وهو أيضا من نظم الشاعر محجوب محمد شريف الذي مجد انقلاب ثورة مايو حتى أنه وصفه بأنه الفارس والحارس والبيت والمدارس وسيف الفداء المسلول لشق الأعداء عرضا وطولا. بك يا مايو يا سيف الفداء المسلول، نشق أعدانا نشق أعدانا عرض وطول. بك يا مايو يا سيف الفداء المسلول، نشق أعدانا نشق أعدانا عرض وطول. حلفنا نقيف ونتحزم نشد الساعد المفتول، حلفنا نقيف ونتحزم نشد الساعد المفتول. شان الاشتراكية ونرفع رايهم خلوها وغساية مجدية، وذكت ساعة كانت نجمة في أمامنا منسية. عشان نبني اشتراكية، عشان نبني اشتراكية ونرفع رايهم خلوها وغساية مجدية.
دقت ساعة كانت نجمة يا فاطمة منسية وكنا زمن نفتش ليك وجبنا الليلة كايسنا يا حارسنا يا حارسنا حارسنا يا عبدنا ومدارسنا يا حارسنا حارسنا يا عبدنا ومدارسنا كنا زمن. ولا شك في أنه مما أغضب الرئيس نميري وقادة حكومته مما ورد في تلك الندوة الإذاعية التي قدمها ذنون بشرى أن شاعر محجوب شريف نقض أنشودة فارسنا وحارسنا بقصيدة هادرة مطلعها لاك فارسنا ولاك حارسنا، حتى أن الكاتب اللبناني فؤاد مطر أشار في كتابه الحزب الشيوعي السوداني نحروه أم انتحر إلى أن الفترة التي أعقبت اندحار الانقلاب شهدت مطالبات من منظمات كتائب مايو بالاقتصاص من الفنان محمد وردي. ولم تشفع للفنان محمد الأمين الحقيقة المتمثلة في أنه كان أيضا من أوائل من تغنوا ابتهاجا بوقوع انقلاب ثورة مايو برئاسة العقيد جعفر نميري، فقد قدم محمد الأمين نشيدا بعنوان الميلاد الثاني نظمه مؤلف ملحمة ثورة أكتوبر قصة ثورة الشاعر هاشم صديق. هل كان يعني ميلادا ثانيا لثورة أكتوبر أم أنه ميلاد ثاني للشعب السوداني نفسه؟ ومثل ما حدث مع مايويات وردي كان مصير ميلاد محمد الأمين الثاني أن يقبع صامتا إلى الأبد في أرفف مكتبة الإذاعة السودانية. وفتح ملايين الثمار بل البذور تحت الأرض وفتح ملايين الثمار بعد الجفاف طال دور شتل الفريق فرهة خدار بعد الجفاف طال دور شتل الفريق فرهة خدار وضم البلد شهر السعد وضم البلد شهر السعد وضم البلد شهر السعد والليل شهق. قضى ذنون بشرى سنتين في سجن كوبر بسبب تلك الندوة التاريخية،
واحتجز صديقه محجوب شريف سنوات عدة تم نقله خلالها من سجن إلى سجن داخل السودان. ومكث محمد الأمين ووردي نحو 8 أشهر في سجن كوبر. وحكى وردي قصته الطريفة مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وزير الداخلية آنذاك اللواء محمد الباقر أحمد، الذي قام بزيارة لتفقد أحوال المعتقلين في سجن كوبر، وفتح الباقر الباب للمعتقلين للتبليغ عن شكاواهم ليرى إمكان معالجتها. فرفع وردي يده، ولما أذن له اللواء الباقر بالحديث قال له إنه يشعر بافتقاد العود الخاص به ويريده لأنه مكمل لوجوده في أي مكان. فضحك اللواء الباقر ورد عليه: يا وردي، نحن قبضناك في ظهر دبابة، ما قبضناك بعودك دزاته. إزاء ذلك الحرمان من آلته الموسيقية المفضلة تحدى وردي نفسه أثناء الاعتقال، فأنجز من دون آلة موسيقية تلحين أغنيته الكبيرة المتفردة قلت أرحل، التي نظمها الشاعر التجاني سعيد حسنين، وكانت أول أغنية عاد بها وردي إلى جمهوره بعد إطلاقه 72 من خلال برنامج جراب الحاوي الذي قدمه الإذاعي الكبير محمد سليمان محمد بشير، وذلك بعد جلسات مطولة لتوقيع الأغنية في المقر القديم لاتحاد الفنانين تحت إشراف الموسيقار موسى محمد إبراهيم. وقد التقطت هذه الصورة النادرة من إحدى تلك الجلسات استعدادا لتسجيل قلت أرحل. زمان الفرقة والتجريح بسيبوا I'm
عهد الفنان محمد الأمين إلى جمهوره بعد الإفراج عنه من المعتقل بأغنية غربة وشوق التي نظمها الشاعر إسحاق الحلنجي، وبدأ أن إطلاقه من معتقل نظام ثورة مايو طوى الصفحة إلى الأبد في شأن حادثة اعتقاله، فهو لم يتحدث عنها حتى بعد سقوط نظام الرئيس نميري، ولم يصطدم به نظام نميري بعدما كرس موهبته الفنية من أجل الغناء العاطفي والوطني غير المسيس، وإن كان قد فاجأ شعب البلاد بعدد من الأناشيد المناهضة لمايو بعد سقوطها عام 85. جيناكم يا 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 حبايبنا يا حبايبنا بعد غربة وشوق نغالي الكبير ذنون بشرى فقد دفع ثمنا باهظا لندوته الإذاعية، إذ ظل معتقلا سنتين، وبعد الإفراج عنه بقي مفصولا من الخدمة في الإذاعة 6 سنوات قبل أن تتم إعادته للعمل، واضطر ذنون تحت وطأة تلك الظروف القاسية إلى الحصول على ترخيص لتشغيل مكتب لما كان يعرف بهيئة المراهنات الرياضية في سوق أندرمان، لكن صفحة العداء مع نظام ثورة مايو انطوت بإعادته إلى العمل في الإذاعة السودانية. وأثناء اعتقال محمد وردي ورفاقه الثلاثة أرسلت الحكومة موظفا كبيرا من وزارة الإعلام بالخرطوم إلى مقر الإذاعة في أندرمان. توجه المسؤول إلى المكتبة الصوتية للإذاعة وطلب من مديرها السيد محمد عمر حمزة تسليمه جميع تسجيلات الفنان محمد وردي، لأن لديه تعليمات من جهات قيادية في الوزارة بإعدامها. فذهل الموفد حين رد عليه السيد محمد عمر حمزة بأن تلك التسجيلات ملك للشعب السوداني وليست مملوكة لمحمد وردي، وأنها جزء من تاريخ المجتمع السوداني، وإذا كان متمسكا بانتزاعها فإن ذلك لن يتم إلا على جثته. فكان موقفا شجاعا وجسورا وغير مسبوق وغير متبوع في تاريخ الإذاعة السودانية. وبالطبع فإن محمد وردي العنيد لم يستسلم، على رغم أن نظام ثورة مايو أوقف مشروعه النضالي الغنائي حتى سقوطه عام 85. فقد رثى زعيم الحزب الشيوعي السوداني الشهيد عبد الخالق محجوب بأنشودة عريس الحمى التي تصور بسالة الشهيد عبد الخالق محجوب عند إعدامه فجر 28 من يوليو عام 71، وهي المرثية التي لم ترى النور إلا بعيد سقوط نظام الرئيس نميري.
إذ قدمها وردي للمرة الأولى علنا سنة 86 ليلة احتفال الحزب الشيوعي السوداني بمرور 40 عاما على تأسيسه. ملاحم وطيب مواسما عزة البلد ملاحم وطيب مواسما الشمس تمش كام بلا دماء الشمس تمش كام بلا دماء الحق
أن عبد الخالق ورفاقه الذين تم إعدامهم بسبب الانقلاب وقفوا في ثبات أمام قضاتهم وأبدوا شجاعة استثنائية في مواجهة الموت، وبدت بسالتهم أكبر ما بدت في وجه الجلادين الذين أطلقوا عليهم الرصاص ونصبوا لهم حبال المشانق، فما ماتوا إلا بعد أن هتفوا بعزة السودان ومجد شعبه، وهو ما يراه المشاهد على وجوه هؤلاء الشهداء في هذه المقاطع التي التقطت قبل سويعات من إعدامهم. ولا يملك المرء إلا أن يقول إن وردي ومحجوب شريف لم يكونا أقل شجاعة وثباتا على مبدأيهما من رفاقهما الذين ذهبوا إلى المجد والخلود، ومهما رأى فيهم خصومهم فإن أسماء هؤلاء الرجال وسيرهم قد سطرت بأحرف من نور على صفحات تاريخ السودان. وشهدت السنوات بعد إطلاقه من المعتقل حتى انتفاضة السنة 85 إيغال وردي في الرمز من دون الغموض الشديد الذي عرف به شعراء الرمز السودانيون في اللغة الفصحى. فطن محمد وردي منذ شبابه إلى أن الفن الخالد هو الذي ينبع من أوجاع الناس وأفراحهم ويخاطب أحلامهم ويدغدغ تطلعاتهم ويحشدهم حشدا لتحقيقها. اكتشف خطأه المبكر باحتضان نظام الفريق إبراهيم عبود، فسارع لاحتضان ثورة أكتوبر عام 64 وتغنى بجمالها وجبروت شعبها وعظمة الإنجاز. ولما اكتشف أن الأحزاب سرقتها وأن الانتهازيين أضاعوها هرع لتأييد ثورة مايو. ولما تنكرت ثورة مايو لشعارات أكتوبر أغرق في الرمزية في غنائه، ولما استفحل الأمر لملم حقائبه واختار منفاه الأول. ولما سرقت الأحزاب نفسها ثورة العام 85 آب وردي إلى منفاه، وحين تطاول بقاء نظام الإنقاذ ومل وردي المنافي ووهن منه البدن واستحكمت عليه حلقات المرض حزم متاعه وعاد إلى الوطن دون أن يتنازل عن مبادئه ومواقفه وانتقاداته اللاذعة. ترى لو بقي وردي حتى اليوم وهو يرى دماء الشهداء تضيع واللصوص يرتدون ثياب الشرفاء والقتلة يتدثرون بأسماء ضحاياهم، ماذا كان محمد وردي سيفعل؟ بحضرة جلالك بحضرة جلالك بحضرة جلالك يا طيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام. بحضرة جلالك بحضرة جلالك بحضرة جلالك يا طيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام. بحضرة جلالك بحضرة جلالك بحضرة جلالك يا طيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام. لأنك محنك لأنك محنك لأنك محنك عميق الدروس مجيد المهابة جديد القوام. شبابك تشاب شبابك تشاب شبابك تشابك شديد الزحام شديد الزحام أراهم وراهم غبار الحياة أراهم وراهم غبار الحياة. مدايب تعايب تعايب كأم العروس مدايب تعايب تعايب كأم العروس مدايب تعايب تعايب كأم العروس مدايب تعايب تعايب كأم العروس. تهلل تكلم جبين
تهلل تكلل جبين الإمام رزازا ببل أغاني الخليل وأحبك ملال أحبك ملال وناسك عزال أحبك حقيقة وأحبك مجال وبعد فإن هذه الحكاية ليست محاكمة للتاريخ ولا هي تحقيق مع أبطال هذه الوقائع المشهودة وإنما هي محاولة مجرد محاولة لتدوين جانب فحسب من وقائع تلك الفترة من التاريخ المعاصر وإلقاء بصيص من الضوء على شخوصها وهم من أبرز أقطاب الثقافة السودانية خلال عهود لن تنسى على مر الأجيال. مشارق لم نغازل شمسها نحن رباب الشعلة ونميط عن زيف الغموض خمارها أي المشانق أي المشانق لم نزلزل بالثبات وقارها أي الأناشيد السماء لم نشدد لأعراس الجديد بشاشة أوتارها